بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير بإذن الله. النهاردة هنعمل خدادية كده، تكاية للمجلس. عندي القماش ده متبقي، ده قماش شمواه، تمام، ما اشتريتش قماش ولا حاجة. عندنا هناخد النهاردة مقاس صغير، لو تحب تكبرها بعد كده كبرها، بس هو ده النموذج ايه اللي هنمشي عليه. العرض بتاع القماش، عرض القماش 30 سنتي، وعندنا الطول هيبقى 70 سنتي، الطول 70، وطبعا هنتنيها هتبقى 35، تمام. هتنين القماش الوقت كده، هنخيط القاعدة بتاعة الشنطة، وهنخيط الجنب خياطة سراجة عادية خالص. هنطبق الاتنين مع بعض كده، نبتدي نسمي الله. معانا خيط وإبرة، ومعانا المسدس الشمع. هنظبط القماش ونخيط ده خط الجنب يا جماعة اهو، هنخيطه سراجة عادية، بس طبعا تبقى ضيقة عشان ما تفكش معانا. بسم الله. طبعا الخياطة كلنا عارفينها. اكمل بقى الصف ده كله واخيط القاعدة وارجع لحضراتكم. يا جماعة خلصنا الخيطة بتاع الجنب، تمام، وخيطنا اللي هي القاعدة سراجة بسيطة كده، وهنشدها عشان نقفل القاعدة بتاعة المخدة بالشكل ده كده، نقفلها كويس جدا اهي، ونثبتها بالخيط. معلش الخيط اتقطع، خيطة تاني. غيرنا الخيط يا جماعة عشان كانت قطع، هنضم الخيط على بعض كده، تمام. انا جبت اللي هو الخيط الاستيك اللي بتعمل بيه مفارش الخرز بالطريقة دي كده، وهن ايه وهنربط القاعدة كده عشان نضمها على بعض بالطريقة دي كده. كويس جدا. بالشكل ده حشينا المخدة كده بالفايبر، طبعا ما نحشهاش بزيادة عن حاجتها، لا احنا يعني نحاول ان تكون مظبوطة، لا مهوية ولا تكون ملانة قوي بالطريقة دي كده. هنقفل بقى الجهة اللي من فوق دي، هنقفلها وارجع لحضرتك كده. طبعا هنقفلها سراجة عادية برضو خالص بالخيط اللي هو البلاستيك ده. وبعدين نضمها زي ما احنا عملنا في القاعدة من تحت بالشكل ده كده، هيبقى داير ما يدور بقى، نلفها بالسراجة، وبعد كده ارجع لحضراتكم. خلاص احنا حشينا المخدة كده بالمنظر ده، وضمينا الطرف التاني بتاعها. هنيجي من هنا هندخل الإبرة لحد القاعدة كده عشان نعمل لها تجويف في النص كده بالشكل ده، ونقابل الإبرة بإيدينا من الجهة التانية.
طبعا لازم تكون ابرة كبيرة، ابرة تنجيد بالشكل ده كده. تمام بالمنظر ده. وهندخل كمان الإبرة مرة تانية. بالشكل ده يا جماعة، يا تكون واضحة اهي. بالمنظر ده كده تمام. انا عايزة التجويف ده اهو بالشكل ده يا حبيبي. تمام بالشكل ده اصبح المخدة لها تجويف كده. هنيجي هنا بقى هنسحب الخيط البلاستيك ده تمام، يجي هنا من بره لحد الايه القاعدة كده تمام بالشكل ده، وهنضمه ون ايه بنثبته هنا بالشكل ده كده تمام، بحيث ان هو يبقى عامل ايه تقسيمة في المخد بالشكل ده تمام. بالشكل ده يا جماعة عملنا تقسيمة في المخدة بالمنظر ده كده. وهرجع تاني اعمل هنا برضو نفس الحكاية، هنا هنا كده يعني كل مسافة هقسم المخدة الى اجزاء كده بالخيط البلاستيك ده بالشكل ده كده تمام. وهدخل الخيط من هنا بالشكل ده اهو. تمام اصبح عندنا ايه جزئين اهو بالشكل ده. هن ايه هنسحب الخيط بالطريقة دي كده تمام. هنمشي كده كل المخدة. طبعا المسافات دي يا ريت تبقى ايه واحدة في كل ايه الاجزاء بتاع المخدة كلها تكون متساوية. اصبحت المخدة عندنا يا جماعة بالمنظر ده بالشكل ده كده تمام اهي، متقسمة 8 اجزاء بالخيط اللي هو البلاستيك. عندنا الاسترس البسيط ده تمام، ممكن ان احنا نحطه، ممكن ان احنا نحط مثلا ايه نعمل زرار من نفس من القماشة ونحطه برضو بنفس الطريقة، بس انا هحط اللي هو الاسترس ده اللي هو الخرز اللولي بالشكل ده كده، وهحطه هنا وهيداري اي خيوط باقية بالشكل ده كده. ومن الجهة التانية نفس الطريقة بسم الله بالشكل ده تمام. دي المخدة بتاعتنا النهاردة، وده الفيديو بتاعنا. اتمنى ينال اعجاب حضراتكم بالشكل ده كده اهو تمام. ما تنسونيش بالتفاعل في القناة والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.